نرجع للصناديق والمقتنيات اللي هوارد كارتر قال تمام نيجي بقى كلها اتسلمت. تمام نيجي بقى للقصه، القصه الاولانيه ان انا كنت في متحف المتروبوليتان بعمل محاضره هناك. انا زمان كان ليا جواسيس، انا قدرت اطلع ارجع 6000 قطعه اثريه بالقوه مش بالقانون، ما فيش قانون كان يسمح لنا باي قطعه اثريه، فكان ليا ناس تقول لي البيسمنت بتاع البدروم بتاع كل متحف فيه ايه. فحد قال لي ان بدروم المتحف المتروبوليتان فيه 19 قطعه طالعه من مقبره توت عنخ امون اداها هوارد كارتر الى متحف المتروبوليتان. فانا مدير المتحف اسمه توم كامبل، قلت له توم ما ينفعش اثار توت عنخ امون يبقى منها اثار بره، الاثار دي جات لك ازاي؟ قال لي من هوارد كارتر. طب وتاكدتوا منين ان هي من مقبره توت عنخ امون؟ الاثار توت عنخ امون ما انت كبتاعت اثار لما تبص دي اقدر اقول لك منين وطالعه منين وجايه منين على طول. واضح يعني واضح طبعا مش عايزه مناقشه يعني كانها دمغه كده انت عارف دمغه. انا انا لو جبت لي فخاره اقول لك الفخاره دي طالعه منين؟ من باي بلد في الصعيد. فانت تاكدت انه القطعه دي من المقبره. فقلت له توم جت ازاي؟ قال لي ما اقدرش اقول لك. قلت له انا هقول لك، في كتاب طلع اسمه The Untold Story of Tutankhamun، القصه التي لم تقال عن Tutankhamun. كتب هذا الكتاب توم هوفينج كان مدير متحف المتروبوليتان، وودى بالصوره والمستندات الصح ان هوارد كارتر ولورد كانافون سرقوا اثار من المقبره. ده لولا مرقص بس حنا عين مفتش اثار بعد كده عشان يراقبه. ما انا احكي لك الحاجه الثانيه. فالمهم انا قلت لتوم كامبل احنا عندنا دليل ان هوارد كارتر خد اثار من المقبره، من فضلك انا عايز ال 19 دول يرجعوا مصر. قال لي حاضر نعمل حاجة كويسة، نحطهم في الصلاة ونقول إن هذه القطع متحف المتروبوليتان بيعرضهم لمدة 6 شهور في متحف المتروبوليتان وبعد كده هيرجعوا هدية لمصر. ورجع 19 قطعة مصر وأنا أمين عام المجلس الأعلى للآثار سنة حوالي 2008-2009. فدي مجموعة قطع نمرة واحد اتسربت. نمرة واحد. نمرة اتنين، القصة دي حقيقية. كان في قطعة أنا نفسي أخذك أوريك القطعة دي. القطعة دي عبارة عن تمثال لتوت عنخ آمون في شكل إله اسمه نفر توم، حاجة جميلة جمال لا تتخيلي. طلعت القطعة دي من المقبرة إزاي؟ واتلفت، كان مقبرة سيت الثاني بيستعملوها يعني للتخزين الآثار، للترميم، حاجة زي كده. وملفوفة وجنبها صندوق، وجاب مفتش الاثار اللي معينه مرقص باشا عنا ظبط البتاعه دي. يا جماعه مين اللي طلع ده؟ ناس تقول ده هوارد كارتر ادى التعليمات. كارتر قال لا انا ماليش دعوه، كلهم تنصلوا، لكن كان واضح ان هذه القطعه بتتغلف عشان هتطلع وهتتهرب من مصر. نمره ثلاثه بقى وهي اهم حاجه، لورد كانافون هوارد كارتر كنت انت لو تروحي له يطلع تميمة يفضل هدية. فقام كان في واحد بيترجم الهيروغليفي اللي في المقبرة اسمه سير ألان جاردنر. الراجل ده هو أعظم علماء اللغة في العالم، واحنا كنا طول عمرنا بندرس الكتاب بتاعه على الجرامة اللي كاتبه، ولا زال حتى الآن بندرس منه. فالراجل ده عمل لهوارد كارتر أعمال عظيمة، ترجم كل ما كتب بالهيروغليفية على الأثار، بيترجم من هيروغليفي لإنجليزي. فكارتر شوية تمائم قام عطاهم له. قام جاردنر قال له، كان عنده ضمير جاردنر، قال له دي منين؟ قال له مالهاش صلة بمقبرة توت عنخ آمون خالص. خدهم هوارد كارتر وسافر إنجلترا، جاله معلومة ان دي من توت عنخ آمون، اما بعتهم لهوارد كارتر وحصل بينه سلسلة من الخطابات بيتهموا فيها انه بياخد حاجات مش بتاعته يهديها للناس، والجارديان حصلت على هذه الخطابات وكتبت من 4-5 شهور ان هوارد كارتر كان لص اثار. الرسائل دي عملت ربكة في العالم عندما نشرت، واللي انا فاكراه من بعض اللي تم تناقله من الرسائل دي انه ذلك المترجم كان بيأخذ هوارد كارتر قال له ازاي تحطيني في الموقف الحرج ده بالزبط. لانه يبدو انه في حد شاف القطعه دي عنده قال له لا دي بتاعت توت عنخ امون بالزبط.
فبدا شكله سيء جدا وكانه لص، وهو بيقول لكارتر انت حطيتني في موقف سيء جدا. الرسائل دي العالم اخذها على انها نوع من الدلائل انه دليل دامغ على ان هوارد كارتر كان بياخد حاجات من المقبره. ما هو الصدمه اللي جات لهم ما فيش 50%. ده يعني دي على فكره الراجل بقى بيرلاكو نضرب له تعظيم سلام يا اولاد بيرلاكو سير بيرلاكو لان كان مدير مصلحه الاثار في الوقت ده. ما مصلحه الاثار كله بيحكمها الاجانب الفرنساويين دريتون وباسبيرو وكله كلهم فرنساويين. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.